نضالي لم ينتقم من البيض، لم ينتقم من سجنيه، لم ينتقم من جلاديه عقداء الشرطة والسجن، حيه تحية عسكرية لما خرج من السجن، لم ينتقم من أحد وقام بالمصالحة الوطنية، ما قامش باجتثاث البعث مثل العراق وتصفية خصومي، لأنه اعتقد أن جنوب أفريقيا الجديدة تحتاج الجميع، تحتاج لكل الخبرات أن المصالحة الوطنية ستغلق ملفا بأبا أسود لنمضي إلى التقدم، لنمضي إلى العمل، لنمضي إلى العلم مع هذا الوفاء الموجود عن من كما قلت لأصدقائي حاول التدخل في ليبيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في سوريا أيضا حاولت جنوب أفريقيا إنقاذها عبر مجلس الأمن، كل هذه المبادئ خالدة إنسانية، لأنه لا للعنف لا للحروب لا للقتل لا للهيمنة لا للانتقام، وكان الانتقام سهلا ممكن أن يزحفوا ويقتلوا سجنهم لكنه لم يفعل، هذا هو الشخص القوي الصوفي المحترم الإنساني الذي لم تغره السلطة لم يغره المال ولم ينتقم. العفو عند المقدرة، وهذا عمر بن الخطاب يعني، والتوراه الاسلامي يقول العفو عند المقدرة، اذا نسل مانديلا طبق تعاليم الاسلام كما وردت في الاسلام، العفو عند المقدرة، وبخاصة ان جنوب افريقيا مهتمة باشياء اخرى، الملفات الاقتصادية والاجتماعية والفقر، فلماذا نفتح ملفات الانتقام التي قد تاكل الاخضر او اليابس وتاخذ سنوات، لا نهتم بالمستقبل، بالبناء، بالاصلاح، بالتقدم، باشعاع افريقيا الجنوبية، وين كانت افريقيا دولة جنوب افريقيا، وين اصبحت، وين كنا، وين اصبحنا، كانت دولة تميز عنصري حليفة أولى لإسرائيل، الآن دولة تحارب إسرائيل مع القضية الفلسطينية مع القضايا العربية العادلة، والله نيلسون مانديلا عربي أكثر من العرب، وفي بعض الأحيان فلسطيني أكثر حتى من بعض الفلسطينيين. نعم سيد رياض، الزعيم مانديلا ناضل من أجل السلام والحقوق والحريات، ولكن اليوم القارة تنزف والعالم بأسره ينزف، فكيف يمكن احياء هذه الروح، روح السلام التي انطفأت اليوم؟ يجب ان تشع هذه الروح، لا للانتقام، لا للحروب، لا للقتل، لا للدمار، لا للذهاب في مخططات اجنبيه في اوطاننا وتتفاعل معها واتاحت الامكانيات حتى يخترقون ويدمرون، هذه رساله نيلسون مانديلا، نعم للمصالحه، نعم للسلام، نعم للوئام، بالعمل والعلم والعفو عند المقدره نتقدم وليس بالحروب والغزو الخارجي وقصف العواصم العربية. نيلسون مانديلا يرفض قصف طرابلس ودمشق وبغداد وغيرها، هذه هي عبقرية، لا أقول آخر العمالقة وإنما عملاق من العمالقة، لأني كما قلت منذ بداية البرنامج متفائل أن الإنسانية ستنجب أيضا مانديلا آخر وآخر وآخر، لأن التاريخ والإنسانية تحتاج إلى أكثر من مانديلا حتى نوقف الهيمنة، نوقف الاستعمار، نوقف قصف العواصم، نوقف العجرفة، نوقف الانتقام والحقد، مانديلا الصوفي هو امتداد الحلاج وابن العربي وامتدادا حتى لتعالى الإسلام السميع. أستاذ رياض، لكن كل هذا يستوجب أدوار قوية وزعامات حقيقية، فهل تعتقدون أنه سيوجد مثل مانديلا؟ بالتأكيد، شوف التاريخ لا ينتهي عند أي شخص، التاريخ متواصل مفتوح، كما أنجبت البشرية مانديلا ستنجب أيضا عمالقة آخرين، لكن هم نادرين، شخصية مثل مانديلا بمعنى أنك تصل للسلطة 5 سنوات وتخرج منها ولا تفسدك السلطة، ما بهرتوش السلطة، هو طلق زوجته لأن حبت السلطة والسيارات والموضة والربا الفاخرة وتحب تدوج وتحوس على حساب الدولة، طلقها قال لا أنا متصوف زاد في هذه السلطة 5 سنوات ستوب يكفي، لا أريد، أنا أريد أن أبني، أريد الأمل التفاعل، هذه النوع من الشخصيات نادر جدا، لأنه كثير من الثوار عبر التاريخ وصلوا إلى الحكم وأفسدتهم السلطة، لو بوفوار كورون لي ريفوليسيونير، السلطة تفسد الثوار عبر التاريخ، عندنا ناس كانوا ثوار عظماء إلى آخره وزايدين وصلوا السلطة 5 سنين حبوا 10 حبوا 15 فزدتهم السلطة، ولت المال والثروة والسلطة والعجرفة إلى آخره، مانديلا من الاستثناءات القليلة في التاريخ، لذلك سنشهد مانديلا آخر طبعا، لكن مش كل يوم، مش كل شهر، مش كل سنة، ربما مش كل حتى قرن. نعم الأستاذ رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات الاجتماعية والسياسية بجنيف، شكرا لك على الحضور معنا.